لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أهلا ومرحبا بك أستاذ شاهو. أهلا، تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. حياك الله. عضو الحزب الديمقراطي قال إن حزب العمال الكردستاني تحول إلى مصدر إرهاب للمواطنين، وإن عناصره تمارس إرهابا وتكميما للأفواه وخطفا واعتداء بحق سكان المناطق التي تسيطر عليها عناصره. برأيكم هل ستتحرك السلطات في كردستان لردع هذه الميليشيا، لا سيما وأن اعتداءاتها طالت كذلك قوات البيشمركة؟ بداية، تواجد حزب العمال الكردستاني سواء في كردستان، في مناطق في كردستان العراق أو في سنجار أو في باقي المناطق، كان أولا مقتصرا على جبال قنديل منذ التسعينات، ودخل حزب العمال في حروب داخلية بين حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خلال فترة التسعينات، ولكن هذه الفترة الأخيرة أصبح هناك انتشار أكثر لحزب العمال داخل في كردستان. ففي سنجار هي ترفض الالتحاق، وأيضا في منطقة دهوك شهدنا بعض الاعتداءات على قوات الأمنية في الإقليم، بالتالي هي لا تحترم القوات الأمنية أو الإدارة الكردية في هذه المناطق، وهي لا تخضع لهذه القوانين. حكومة الإقليم طالبت مرارا من حزب العمال الكردستاني الخروج من هذه المناطق وعدم التسبب باضطرابات أمنية، ولكن هي لا تخضع لقرارات حكومة الإقليم، وبالتالي تريد أن تفرض قرارها بالقوة. وأتوقع أن قرار المواجهة مع هذه الجماعة قرار صعب، لأنها ليست جماعة محلية فقط بل لديها امتداد، وهناك ارتباط مع إيران أيضا ببعض الأطراف الشيعية في بغداد، لأن جزء كبير من مقاتلي هذه الميليشيات في سنجار وباقي المناطق يقبضون رواتبهم من بغداد، وبالتالي هناك علاقة كاملة مع هذه الأطراف وجميعها، لا يمكن بسهولة دخول. طيب، لكن مجلس محافظة دهوك أستاذ شاهو يؤكد أن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني الباكاكا تسبب بإخلاء 275 قرية من سكانها. برأيكم هل سنشهد موجات جديدة من النزوح، وكيف يمكن إرجاع هؤلاء السكان لمناطقهم في ظل تعقيد المشهد في المنطقة؟ إضافة إلى خروج المواطنين من هذه المناطق بسبب النزاع العسكري، أيضا هناك موضوع آخر من المهم التركيز عليه، وهو موضوع أخذ الآتاوات من المواطنين والتجار في هذه المناطق. يعني هذا المواطنين في كثير من هذه المناطق يعانون من هذه الظاهرة، لأن المورد المالي، بعض المورد المالي لهذه الجماعة تعتمد على أخذ الآتاوات بالقوة على المواطنين، وبالتالي المواطن يفرغ قريته أو يفرغ هذا المكان الذي موجود فيه ويهاجر إلى منطقة أخرى، وبالتالي يشكل عبء على المواطنين وعبء على حكومة الإقليم أيضا. أي منطقة يدخلها هذه الجماعة للأسف يدخل فيها أولا الاضطرابات الأمنية، وثانيا يعني الاستقرار الاقتصادي يختفي، لأنهم أيضا يفرضون الأتاوات والضرائب على المواطنين دون أن يكون له علاقة بحكومة الإقليم، فقط لتمويل نشاطاتهم الذاتية، وبالتالي هذه المناطق التي هم يدخلون فيها يسببون إفراغ سكانها، لأن السكان يفرغونها ولا يستطيعون العيش فيها، وأيضا إيقاف كل نشاط اقتصادي داخل هذه المناطق. طيب، يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد أيضا أن ميليشيات الحشد وبعض الأحزاب السياسية تعرقل تنفيذ اتفاق سنجار الذي من المفترض أنه دخل حيز التنفيذ منذ شهر. ما مصلحة الميليشيات والأحزاب من عرقلة تنفيذ الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل؟ طبعا الاتفاق كان على أساس أن يعود الاستقرار إلى هذه المنطقة ولا يرفع أي علم إلا العلم العراقي، ولكن للأسف لا يوجد التزام بهذه القرارات سواء من قبل ميليشيات حزب العمال الكردستاني الذي أعلنت أنها انسحبت، ولكن لم يحصل هناك انسحاب بل انصراف داخل ميليشيات أخرى لغرض التمويل. طبعا هذه الميليشيات لا تريد أن تسلم هذه المناطق لإدارة حكومية سواء الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق، بل تريد أن تبقى هذه المنطقة الاستراتيجية منطقة خاضعة لها، وهي تستغل عناصر حزب العمال الكردستاني بهذه المهمة، لأنهم نجحوا في تدريب الكثير من المواطنين المحليين في هذه المناطق، وبالتالي يستطيعون أن يفرضون نفوذهم ولا يسمحون بتطبيق أي اتفاقية أمنية لعودة القوات العراقية والقوات حكومة إقليم كردستان العراقي إلى هذه المناطق، وبالتالي هم يستفيدون من
السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية ولا يريدون تسليمها بسهولة. وأنا من اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية توقعت أنه لن يتم تنفيذه على أرض الواقع، بل سيبقى حبرا على ورق، وهو ما ظل إلى الوقتنا الحالي إلى الآن. طيب كيف سينعكس فشل اتفاق سنجار على المنطقة تزامنا مع سعي إيران للتوسع عبر ميليشياتها في الوقت الذي تصنف فيه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الحزب كمنظمة إرهابية؟ بلا شك أن الدعم الإقليمي الكبير الذي الموجود هو الدعم الإيراني لحزب العمال الكردستاني، وهذا الأمر واضح من خلال التنسيق الموجود بين الميليشيات في بغداد وبين حزب العمال الكردستاني. طبعا هذا الحزب يشكل تهديد أولا على تركيا، لأنها تعادي تركيا وتقوم بجعل هذه المنطقة سواء منطقة سنجار منطقة قنديل بجعلها مركزا لانطلاق العمليات ضد تركيا، وبالتالي تركيا ترى أن تواجد هذا الحزب في أي منطقة يشكل تهديد عليها ومبررا كافيا للتدخل. هذا يعني أن بقاء هذا الحزب وبقاء هذه الاضطرابات في سنجار وفي غيرها من المناطق العراقية سوف يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والفوضى وأيضا التدخلات الإقليمية، لأنها تعطي المبرر الكافي للخارج حتى يتدخل، لأنه هي أصلا حزب تركي ولكن تقوم بنشاطاتها داخل العراق وانطلاقا من العراق. نعم، الباحث في الشأن العراقي شاهو قرداغي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.